مرحبا أعزائي المشاهدين في هيئة أمهر الإعلامية، وليكم موجز أخبار اليوم. قال مكتب خدمات الاتصال الحكومي بأن ادعى منظمة الصحة العالمية بأن الحكومة قد منعتها من إيصال الإمدادات الطبية إلى إقليم تيغراي غير صحيح. وأضاف المكتب أن الدكتور تيدروس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ينتهك مبادئ المنظمة وقيمتها، وذكر أن المدير العام للمنظمة قدم معلومات خاطئة في بيان صدر يوم أمس في جنيف بسويسرا، حيث أدعى أن الحكومة حظرت دخول المعدات الطبية إلى إقليم تيغراي. وادعى الدكتور تيدروس أن العديد من المواطنين في إقليم تيغراي قد حرموا من الوصول إلى الرعاية الطبية. ومع ذلك قال وزير مكتب خدمات الاتصال الحكومي لقسي أن البيان الذي أدل به المدير العام غير صحيح، ووضح أنه في أعقاب قيام مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية بإقلاع ممرات المساعدة، قامت الأمم المتحدة بنقل المساعدات إلى إقليم تيغراي بواسطة الطيارات أكثر من 3 مرات في الأسبوع. وأشار الوزير إلى أن على المجتمع الدولي بما في ذلك منظمة الصحة العالمية أن يدركوا أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية هي التي منعت الإمدادات الطبية إلى إقليم تيغراي. أجرى مكتب الزراعة في إقليم أمهرة مناقشات مع أصحاب المصلحة لمعالجة مشكلة توريد أسمدة التربة الزراعية في المنطقة. وقال رئيس إقليم أمهرة السيد يلكال أنه تم بذل جهود كبيرة واهتمام خاص للقطاع الزراعي، وأن الجهود المبذولة لحصاد المحاصيل خلال الموسم نجحت، وتكللت الجهود بعوائد مشجعة على المزارعين. وأوضح أن مجرد وجود الحملة لن ينجح إلا إذا استمرت الجهود المبذولة في دعم المزارعين، من تقديم المساعدات الفنية والتقنية للتقلب على الأثر التضخم العالمي في القطاع الزراعي. وقال أن الطريقة الوحيدة للحد من أسعار الأسمدة هي تمكن المزارعين من استخدام مستحضرات الأسمدة المحلية. وأضاف رئيس مكتبة الزراعة في إقليم أمهرة هيلة مريم أن الأسمدة الطبيعية لها دور مهم في زيادة حصوبة التربة وزيادة الإنتاج. وقال أيضا أن التركيز ينصب على تحديث تنمية الأمن الغذائي للمزارعين. وأضاف الدكتور هيلة مريم أن استخدام السماد العضوي هو أحد الحلول الرئيسية لزيادة إنتاج المزارعين. وفقا لرئيس المكتب يمكن للمزارع أن يستخدم الأسمدة الطبيعية وأن يزرع بدون سماد لمدة 2 إلى 3 سنوات. لذلك دعا الدكتور هيلة المزارعين إلى الاستعداد للحصاد القادم من خلال تحضير الأسمدة الطبيعية في أسرع وقت ممكن. نظم مركز التمييز التابع للهيئة الحكومية الدولية المعينة بالتنمية ورشة عمل لمدة 3 أيام في جيبوتي حول تعزيز قدرة الاتصال الاستراتيجي للمرأة بهدف تطوير روايات بديلة ومضادة لمنع التطرف والعنف في منطقة القرن الأفريقي. وحضر الاجتماع الدكتور ورك أيو الأمين التنفيذي للإيغاد والسكرتيرة لوزارة المرأة الجيبوتية. وفي كلمته أشاد الدكتور ورك أيو بجهود المركز والمساعدة المستمرة من الشركاء في تشجيع وتمكين المرأة في دول الأعضاء في الإيغاد، مشيرا إلى أن إشراك صوت المرأة أمر بالغ الأهمية في تعزيز السلام والأمن في المنطقة. أقرت ورشة العمل التي جمعت نساء من منطقة الإيغاد بأن تعزيز مشاركة المرأة هو الخطوة الأولى في منع الأيديولوجيات العنيفة. وتوصل المشاركون إلى استنتاج مفيد أنه يجب على الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعينة بالتنمية العمل على تعزيز الأطراف الوطنية والإقليمية الحالية لمكافحة الإرهاب من أجل دمج النوع الاجتماعي والتأثير بتجارب المرأة بشكل إيجابي. تحدث الأستاذ زاهي الزيدان عن أهم الموضوعات التي تم التركيز عليها خلال الاجتماعات التي عقدت لحزب الازدهار، والدور الذي يجب أن يقوم به حزب الازدهار لجعل اقتصاد أفريقيا يسير نحو الازدهار. مزيد من التفاصيل تابعونا. حزب الازدهار هو حزب سياسي في أثيوبيا، تم إنشاؤه في سبتمبر 1، 2019، وأسسه رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد. تحدث الأستاذ زاهي الزيدان في لقاء له مع هيئة أمهر الإعلامية عن انتخابات حزب الازدهار، وأنه ركز على إعادة انتخاب رئيس الحزب السابق الدكتور أبي أحمد، بينما كان هنالك منافسات أخرى، فاز الدكتور أبي أحمد بمعظم الأصوات له. حزب الازدهار في اجتماعه الأول بعد 4 سنوات من تأسيس هذا الحزب ركز على عوامل عدة، من أهم هذه العوامل إعادة انتخاب رئيس الحزب،
وكانت يعني عملية انتخابية راقية جدا، وعملية انتخابية فيها شفافية وفيها شيء من المرح والنكتة أيضا. يعني رأينا عندما تم انتخاب أو ترشيح لانتخاب الدكتور أبي أحمد، ترشيح الدكتور أبي أحمد لكي ينتخب لرئاسة الحزب، وأيضا كان هناك ترشيح أيضا للسيد دمك مكنن حسن، وكان هناك ترشيح للسيد آدم فرح. كل هؤلاء الثلاثة كانت له، وكان أيضا هنالك رئيس إقليم الأمهرة، كانوا هؤلاء الأربعة هم المرشحون في الحزب. وأيضا رأينا يعني كما رأى الجميع تفاوت الأصوات بين الثلاثة، فاجتاز الثلاثة، كان منهم الدكتور أبي أحمد والسيد دمك مكنن والسيد آدم فرح. وكما ذكر الأستاذ زاهد أن تقوية الاقتصاد وربط اقتصاد الأثيوبي بالقارة الأفريقية ليس عمل الحزب فقط، بل عمل الحكومة الأثيوبية أولا، ويجب عليهما أن يعملان الاثنين معا لبناء اقتصاد قوي. أولا هذا الدور الحكومة الأثيوبية قبل أن يكون حزب الازدهار. الحكومة الأثيوبية بحزب الازدهار وبمعارضين حزب الازدهار، حزب إزيما وبحزب بالدراس وبحزب عندنا تنانت أنت، هذه كلها أحزاب يعني مشاركة في هذه أفعال الحكومة المركزية. ولكن الحزب إذا تحدثنا عن الحزب، فالحزب لديه علاقات خارجية قوية جدا. عندما حضر ثلاث دول، ثلاث أحزاب لأحزاب رئيسية في دول مختلفة أفريقية، هذا يدل على ثقتهم بحزب الازدهار. لابد دعوات، ورأينا حزب من خارج القارة السمراء وهو حزب التنمية والعدالة التركي، أنا قلت الحرية والعدالة سوري التنمية والعدالة التركي، عندما حضر في هذا المؤتمر فهو تأييد لكل هذه الأحزاب. وحزب الازدهار بدوره، لأنه هو المسيطر على أغلبية المقاعد في البرلمان الأثيوبي، فبدوره أن يقنن القوانين أو يأتي ببعض القوانين التي تؤيدها الحكومة الأثيوبية. وقال أن الخطوط الجوية الأثيوبية هي أكبر مثال لربط اقتصاد أفريقيا معا، وهنالك أيضا مشاريع مستقبلية أخرى مثل هذه، مثل سكك الحديد، وهو لربط أفريقيا وتقوية الاقتصاد، كما أنه سيتيح فرص عمل. نرى الخطوط الأثيوبية طبعا تربط كل القارة السمراء يعني بقريناتها. وبرنا أيضا نرى أيضا فكرة خط الحديد الذي ينطلق من أديس أبابا وصولا للقاهرة، من القاهرة عبورا بطرابلس إلى تونس إلى الجزائر العاصمة إلى الرباط، مرة بنواكشوط إلى أنجمينا في نيجيريا إلى نيامي في النيجر، وأيضا إلى جوبا في جنوب السودان، وأيضا وإلى كانو أو في نيجيريا. فنرى هذه خطوط تفيد القارة السمراء ومواطنيها أولا، ثم تفيد العالم أجمع. تكون هنالك توفيرا في الوقت، يكون هنالك توفيرا في يعني في الكوستينج أو كما يقال في بالمخرجات النقدية وما شابه ذلك، يكون هنالك إتاحة فرص عمل لجميع موظفين سكك القطار التي يمر بها هذا القطار. عاد المعبر الحدودي بين أثيوبيا والسودان إلى عمله المعتاد بعد توقف دام فترة طويلة. مزيد من التفاصيل سلمان عبد الله. معبر القلابات المتم الحدودي يعتبر معبرا تجاريا يربط بين إثيوبيا والسودان، وقد تم إغلاقه أمام التجارة الحدودية بين البلدين إثر أزمة قامت في تلك المنطقة الحدودية في الأشهر الفائتة. ومؤخرا تم فتح هذا المعبر الحدودي لتعود الحركة التجارية والاجتماعية فيما بين المنطقتين الحدوديتين بصورتها الطبيعية. وأبدى في سياق هذا الأمر سكان تلك المناطق الحدودية فرحتهم وسعادتهم بعودة المياه لمجاريها واستقرار الأوضاع. أولا نقول مبروك لفتح الكوبري لأخواننا الحبش وشقانا، ونقول مبروك للسودانيين بفتح المعبر عامة، ونتمنى إنه السلام يستمر ويكون إنه ما في مشاكل والازدهار يكون لقدام. يعني أصلا قلابات والمتمة هي معبر مستمر، يعني في حبش ساكنين معنا في السودان وفي سودانيين ساكنين في أثيوبيا. نحن المشاكل في الفشقة وفي الخرطوم وفي أديس أبابا دي مشاكل كبيرة. شهر دي الناس فوق عانت كتير، وما في داعي إنه القلابات تكفي، القلابات متمة دي ما في أي داعي تكفي، لأنه شاب كل واحد ما في أي حاجة. أنا هسه مزيج هنا عندي 2 مرة، ولسه في ناس كمان عندهم 3 و4 و عندهم 2 و عندهم مرة واحدة،
أنا أقول الحمد لله لفتح القلابات، وإن شاء الله نتمنى كمان إنه القلابات تاني ما تقفل، لأنه في ناس كثير تعبت وهنا كده. الحمد لله رب العالمين على كل حال. ودعا سكان تلك المناطق إلى ضرورة تقوية العلاقات وأواصر الأخوة بين السودان وإثيوبيا، وألا تتأثر تلك العلاقات الأخوية بالخلافات السياسية التي تقوم بين حكومة الدولتين بين الفينة والأخرى، وأن تتم كذلك فرحة العودة إلى أن تتم المصالحة بين حكومة إثيوبيا والسودان. لأنه أثناء القفلة حصلت حاجات كثيرة وحصلت مشاكل زي ما يقولوا أثرت على الشعبين، لأنه بين الشعبين في علاقة بتاع التواصل، علاقة بتاع أسر، علاقة حميمية بتربط الشعبين، ونتمنى إنه العلاقة دي أصلا ما تنقطع وتستمر لقدام. نحن دارين الكلام ده يستمر لفوق، ونتمنى من المسؤولين إنه يكون في سلام ويكون في محبة بين المتم والقلابات، ونتمنى المعبر ده يستمر لقدام. وأنا حابي أشكر كل المسؤولين الموجودين في المتم والقلابات والدبلوماسية الشعبية زي ما بقولوا أقر شماقلي والشباب والوتات، يعني ساهموا مساهمة كبيرة في إنه يشتغلوا ويفتحوا الكوبري ده ويكون فيه ازدهار ويكون فيه عمل. ليه؟ عشان نحن السودان وأثيوبيا حاجة واحدة، زي ما بقولوا بالحبشة سوداننا إثيوبيا عندنا لندزا كونو، زي ما بقولوا إن شاء الله ليلة جزي عايزة قام شكر إن شاء الله، ويكون في سلام بين الشعبين بين المتم والقلابات. شكرا جزيلا لكم. أي زلمة المشكلة ولا عمل حاجة تانية في الخال ولا كده يتحاسب بنفسه، ما حاسب الشعبي ولا حاسب زول تاني من غير أي سبب يعني. الحمد لله يعني احنا نشوف الناس المسؤولين ديل نحملهم المسؤولية، يعني أي زول غلط من بره ولا كده نشوفوا له أي مشكلة يحلوها من المواطنين أو من زول تاني آخر. ووصلنا إلى نهاية موجز أخبار اليوم، كانت معكم فيوري زولدي، إننا نلتقي مجددا إلى اللقاء.